جملة من علامات تساؤل ارتسمت حول عملية ترحيل داعش والكشف عن مصير العسكريين المخطوفين في اتصال مباشر بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. مساء الخير حضرة اللواء. أهلا مساء النور. يعني حضرة اللواء، سنبدأ من حيث انتهينا بالأمس مع والد الشهيد عباس مدلج الذي كان له صرخة وطلب طبعا من حضرتك ومن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأيضا من رئيس الجمهورية، وهو معرفة مصير رفات ولده عباس، خصوصا مع المعلومات الواردة اليوم أنه تم التعرف على رفات عباس مدلج. شو ردك على طلب والد عباس؟ بداية بدي استغل الاتصال لعزي والد عباس وأهل عباس وبقول لهم أنه مش صحيح أنه تم اليوم العثور على رفاته. بالحقيقة نحن الأمن العام والجيش عم نعمل معا ومستمرين بالبحث عن رفات عباس مدلج. يعني لهاللحظة قبل شوي كانوا العسكرية بعدهم بالجرود، وبكرة من الساعة 5 الصبح سيستأنف العمل بالبحث بالبقعة المحددة واللي مفترض أن تكون جثة الشهيد عباس مدلج موجودة فيها. نعم حضرة اللواء، ماذا عن باقي العسكريين؟ هل جرى التأكد من أنه أي من الرفات التي وجدت تعود للعسكريين الأسرى، خصوصا مع إعلان محامي أهالي العسكريين اليوم بأنه الرفات اللي وجدت قد لا تكون عائدة إلى العسكريين؟ لا، بالحقيقة موضوع الدي ان اي، الفحوص الدي ان اي ما انتهت بعد لحد هاللحظة. بس أنا بشك، يعني تسمحي لي شك بما قاله محامي أهالي العسكريين. بتمنى أنا مثل كل لبناني أن يكون هؤلاء العسكريون بعدهم على قيد الحياة. إنما سبق وقلت أنا هناك إشارات كثيرة بتشير إنه هذه الجسامين تعود للعسكريين. نعم. ونحن ناطرين لنقطع كما قلت كمان الشك باليقين لنتأكد علميا لمن تعود هذه الجثث. طب حضرة اللواء، كم تستغرق عملية الدي ان اي واعلان النتائج؟ والله انا سبق وقلت كمان امبارح انه نحن بموضوع شهداء المعلولة الستة اللي وجدناهم على الثلج السنة الماضية استغرقت العملية حوالي شهر، من 3 أسابيع لشهر، لانه ظروف دفنهم وقتها كانوا مرميين بمغارة فيها ثلج، يعني جعلت من الصعوبة ان نتأكد من الدي ان اي، اخذت وقت كبير. بس هلا بعتقد قياده الجيش متفائله اكثر من هيك وعم تقول ممكن تظهر النتائج بوقت اقصر من هيك بكثير. طيب اذا ظهرت نتائج الدي ان اي غير مطابقه والدواعش فلوا، كيف بنرجع بنعرف وين من العسكر؟ نحن بنشك انه هذه الجثث او هذه الجسامين ان تكون لغير العسكريين. وهذا موضع شك كبير. ونحن جربنا موضوع يعني بالاتفاق هذه الخطوة سبقتها خطوات تم التأكد انه ما اشار اليه موقوفي داعش كان صحيحا، من جملة ما اشاروا اليه انه الجثث او جسامين العسكريين مدفونين بهالمنطقة. وانا كمان برجع بقول انه نحن عند تحرير وادي الدب قرب معبر الزمراني كان لدينا معلومات أن العسكريين دفنوا بهاي المنطقة، وأرسلنا عسكريين أو عسكري الجيش وعملوا على مدى 5 أيام بالبحث. مش مصادفة أنه كمان المصدر اللي إجا دلنا بدقة على المكان كان بنفس البقعة ويبعد عن المكان اللي كنا عم نشتغل عليه قبل بأسبوع حوالي 20 متر مش أكثر. نعم حضرة اللواء، طبعا حضرتك أكيد على اطلاع بالامتعاض الشعب العام من مغادرة الإرهابيين طبعا ببساط مكيفة، فيما عسكريين تحت التراب. نعم. أنتم نعم. طرف أساسي بعملية التفاوض. نعم. ليش فوضتم على انسحاب مش نعم. على محاكمة ومحاسبة قتلة العسكر؟ وهيدا كمان كان صرخة، يعني جزء من صرخة أطلقها امبارح كمان والد الشهيد عباس مدلج. نعم انا يعني عاطفيا بتعاطف مع كل من وقف ضد هذه الخطوه. انما بالعوده للعقل، هناك اتفاق، هذا الاتفاق هو نتيجه هزيمه المسلحين وانهيارهم، طلبوا الخروج مقابل اثمان نحن حصلنا عليها. ليس اقل هذه الاثمان انه دلونا بشكل دقيق على مكان وجود جسامين العسكريين
اللي نحن صرنا 3 سنين نسعى ونعمل جاهدين للوصول إلى النتيجة التي وصلنا إليها للأسف. إنما هذه هي النتيجة وهذا هو الواقع. أنا بقول لو تم القضاء على هؤلاء المسلحين كانت هذه القضية رح تضل عالقة إلى أبد الأبدين، وكنا ما رح نوصل للنتيجة اللي وصلنا لها. بعدين سيدتي، نحن جيش ونحن دولة لا نفكر بهذا المنطق. يعني بالحرب في قواعد للحرب. نحن عندما خرج الجيش اللبناني بهذه العملية خرج بهدفين: تحرير الجرود وجلاء مصير العسكريين. نحن حققنا هذه الأهداف، ما خرجنا للقتل. لو خرجنا للقتل في عنا كتير أهداف ممكن نقتلها داخل لبنان، نعتقد أنها متورطة. في عنا كتير مساجين بسجن رومية. هذه دولة وتمارس العدالة ولا تمارس القتل. نعم، يعني حضرة اللواء معلي لو تسمح لي بعد بسؤال أخير وأنا معولي على رحابة صدرك. بالأمس قلتم بالمؤتمر الصحفي من أمام خيمة أهل العسكريين أنه دول كبيرة دخلت على خط المفاوضات تحديدا المتعلقة بخروج الإرهابيين مقابل الكشف عن مصير العسكريين. من هي هذه الدول؟ يعني هيدا جزء من الوجه السري، او من خليني اقول جزء من الوجه السري للمفاوضات. ما بسمح لحالي ان اخرج عن هذه السريه مراعاه لامور كثيره، وسيكون لهذا الملف ما يليه. يعني خلينا نشتغل بسريه لنوصل للنتيجه. كنت بتمنى ان تكون نتيجه ماساه العسكريين مختلفه، إنما هذا هو الواقع وهذا ما واجهناه. وأنا حبيت أنزل عند أهل العسكرية وشد على إيديهم، لأنه نحن كمان بالأوقات الصعبة والحرجة لازم نكون جنبهم مش بس وقت الفرح. على كل حال نحن مثل ما عزينا حالنا وعزينا الشعب اللبناني طبعا من عزيك، وحضرتك اللي قلت من الأساس أنه هول أولادك ما رح تقبل بالمساومة على دمائهم. شكرا لك على هذه المداخلة. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، شكرا لك. شكرا.